مبروك لأبطال الذهب، 1000 مليون مبروك للجهاز الفني والاتحاد لكرة اليد. لاعبي منتخب مصر كانوا فعلا أبطال طوال البطولة، إنجاز تاريخي يحقق للمرة الأولى. وإحنا في برنامج الأشبال بنتكلم عن الأشبال، برضو من حقهم إن إحنا نتكلم عن أشبال الذهب. فعلا إنجاز عالمي، حاجة فعلا كلنا فخورين بيها وفرحة كبيرة جدا. في تخطيط، في تنظيم من اتحاد كرة اليد، علشان كده في إنجاز النهاردة عالمي. 1000 مليون مبروك، وده إهداء بسيط مننا من برنامج الأشبال. احنا دايما بنتكلم عن الأشبال في كرة القدم، لكن النهاردة واجب علينا إن احنا نتكلم عن أشبال فعلا، أبطال حقيقيين، أبطال من ذهب. 1000 مليون مبروك للكل. في الوقت اللي ضل فيه اتحاد الكرة المصري الطريق، كان فيه اتحاد بيشتغل في صمت، كان بيخطط بهدوء، علشان كده النهاردة فيه إنجاز عالمي فعلا. نشوف الكليب ده لأبطالنا اللي فعلا شرفونا النهاردة وفازوا على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية.